السلام عليكم خالتي، ان شاء الله تكونوا ملاح. اليوم ندير لكم فكره مليحه، غنبدلوا قرعه تاع الماء بين طوموبيل داسيا لوغان 1.6 سيسونس. ندير قرعه تاع الماء تاعي تكسرت، درت لها الراكول هذيك وكومي ومازال تفويتي، نبدلوا لها قرعه جديده وان شاء الله. شوفوا، اول حاجه كيما قلت لك الطوموبيل لازم تكون بارده، تنحي البوشون تاعك، اوكي، ونحيو لي ديريت. كاين هذا وكاين هذا تاع الترموستا، تحتاجو لي تحت لازمو كلي كروكوديل، اوكي. فيكسيو بوكو نوصيكم برك باش ما يسيح لكمش الماء. انا عندي القرعه بكا كحشيتها واللوحه لتحت خلاص، ها كما راكم تشوفوا اللوحه هنا بك لتحت باش كما يسيح الماء يسيح في القرعه هذيك برك. اوكي، بقاو البالونات هادو. كاين واحد هنا نورمالمو ويت ولا ديس، نزيدو نحيهم. قلتلكم نجيبو دوية ديس،
راكم تشوفوا هاي قرعة تاعنا راني تفتحت لي درت لها شويه لاكول ابيض ديك ابرو اللي تخلط وكمام فويتات باسكو الما سخون بزاف تما بعدت مقرعة جديدة جبنا قرعة جديدة الفروني زعما حاجة مليحة هاوتي بسم الله نبداو على بركة الله عملية التركيب بون البوشون هذا تاعهم من مش اوريجينال ما نثيقش فيهم هذا هنخليه مركبوش مركب لها تحت اوريجين ناهو اوكي عملية التركيب سهلة خلاص تحطو كيما قلت انت هذا تحط لابوتي دور تاعك تفيكسيها بالبالونات هذو هذا الديس من بعد نركبو لي ديريكت وفرات نحط اللوحة الما وفرات رانا نبدا بسم الله
هذه العمليه دوك نبداو نعبيو الماء بشويه. القرعه تاعنا الماء تاويل بعد هكا ما نضيعوش الماء. باش نوصيكم بك المشكل تاع الماء هذا وكاين في الرونو بزاف، ما تخليوش الماء كي تعبيو الماء ما تعبيوش الماكس، خليوه هي في المينيا بين المين والماكس هنا في النص باش اللي عنده البريسيون لا يبقى له غير هنا، فهمتوا؟ ما تكثروش الماء بزاف باسكو البريسيون الزايد هذاك راه يفسد لكم البوشون وفي نفس الوقت يدير لكم لي فويت. حاولوا ما تخليوش الماء ينقص بزاف وفي نفس الوقت ما تعبيوش بزاف، ديروه بين المين والماكس دوك نزيدو شويه. هكا بزاف تكفي. دابا كيما قلت لكم نرجع لها البوشون تاع الجديد اوريجينال. حاولوا تشريو الدوريجين فيهم المذرح بزاف تركبوا. كتبت تركبوا سيسو الفيلتاج بركة تاعو هذا بزاف يفرسي البوشون هذا يفرسيه او يدخل اليز خلاص كي تشوف راك قاعد يدخل بالقوه عرف بلي راه مشكل فيك. ادري الكيما هكا هو سكرت وابان بك جيست جيست موضوع الطوموبيل تاعنا ان شاء الله ونشوفوا هذه العمليه ان شاء الله تستفادوا منها. حاجه خفيفه مي اي واحد يقدر يركب القرعه تاعو ومش غاليه بزاف وان شاء الله تستفادوا من الفيديو وشكرا.